الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء مع انطلاقه الشوط الثاني عشر حقائق بكار من هذه الفترة الصباحية. وبارك وأهني لكل الفائزين، وأذكر بأن التوقيت الزمني ما زال صامدا تحت أقدام الشاهينية المملوكة لي أو التوقيت الزمني ما زال مع مالك الشاهينية عبد الله بن سالم البطين بتوقيت زمني ممتاز 4:36 ثلاث أجزاء من الثانية، وهي الفائزة بالشوط السابع. إذن ما زال التوقيت الأفضل عند عبد الله بن سالم البطين من خلال فوز الشاهينية بالشوط السابع 4:36 وثلاث أجزاء من الثانية. وأيضا المجال والباب مفتوح للأخوة المضمرين بتحقيق توقيت أفضل. أيها الأخوة الكرام، الشوط الثاني عشر للحقائق بكار انطلق قبل قليل، ونحن في طريقنا لنرى مقدمة الشوط ونتعرف على من تحتل المركز الأول. هناك المتحدة لعبد الله بن خالد بن فاهد تحتل المتحدة المركز الأول، وتليها في المركز الثاني الحشيمة المبارك بن محمد بن شيرة العامري، والنقلة والدور دور المركز الثالث مع أول كيلومتر ينقضي لعامر بن سعد الرفادة، ورابع المراكز مشاهدينا الأعزاء بارودة لنايد بن مسلم الزفنة العامري، بينما من احتلت المركز الخامس مع الشاهينية لسعيد بن محمد بن علي الفهيد المري. هذه أيها الأخوة الكرام الخمسة مراكز والخمسة أسماء المتقدمة الأولى، دعناها كاملة مكملة على مسامعكم، وما زالت مقدمة الشوط. إذن المركز الأول المتحدة عبد الله بن خالد بن فاهد تسيطر منذ الانطلاقة، و1500 متر يا مالك المتحدة، 1500 متر يا عبد الله. عبد الله بن خالد بن فاهد أرى الشعارات بدأت تغزو مقدمة الشوط والغزو المكثف إلى المقدمة، بينما من بدأت بالتسلل هناك ومضايقة المتحدة، من بدأت في المضايقة بارودة نايد بن مسلم الزفنة العامري. بارودة والمتحدة على مقدمة الشوط، يا سلام يا الحقائق. 1200 متر المركز الثالث، من بدأت بالدخول وقود عبد الله بن محمد الشراب المركز وصاحبة نقطة أيضا في المحلية الثاني. هذه من انطلقت إلى المركز الثالث. المركز الرابع بشاير المبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري، وخامس المراكز وصلت في المركز الخامس أيها الأخوة أيها الأعزاء طرايف المبارك بن محمد بن قطامي. هذه الخمس الأولى والعودة مع التغيير، غيرت ووقود صاحبة فوز وصاحبة ناموس في السباق الماضي، وتريد أن تحافظ على هذا المستوى العالي على هذا المستوى. ولكن بارودة مشاهدينا الأعزاء وصلت طرايف لمبارك بن محمد بن قطامي، ولكن بارودة في المركز الثاني، وتعود ملكيتها لنايد بن مسلم الزفنة العامري. اللحظات المثيرة، شعار الشراب وقود تشعل الشوط يا راعي وقود ما يحتاج اشعال، الشوط ساخن يا سلوب. انطلقت طرايف في هذا الشوط لتشتعل المنافسة. 500 متر طرايف بن قطامي مع طرايف مشاهدين الأعزاء لمبارك بن محمد بن قطامي، يا سلوم. عادت مرة أخرى لتطحن المعركة وقود الشراب، وقود وتعود ملكيتها، تقود عبد الله بن محمد الشراب وقود، ولكن طرايف اللحظات المثيرة وقود تتسلل، ولكن طرايف ووقود يا سلام. الله 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 الله، عادت مرة أخرى، عادت وقود، عادت لتثبت أنها الأقوى وأنها في هذا الموسم مستواها ممتاز، وتحافظ على هذا المستوى الممتاز لها في هذا الموسم. والنقطة الثانية لوقود، تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد الشراب مالك وقود، والنقطة الثانية لها في هذا الموسم. المركز الثاني طرايف المبارك بن محمد بن قطامي، المركز الثالث نوف حمد بن طالب بن عمارة، المركز الرابع
المركز الرابع سلهودة لعبيد بن محمد بالضبيعة، والخامسة المركز الخامس بارودة لنايد بن مسلم الزفنه العامري. تهانينا وإنا مسي كل الفائزين، لحظات وصول وقود إلى خط النهاية، من حافظت على هذا المستوى العالي وهذا المستوى المميز وهذا الأداء الممتاز، تصل وتقطع المسافة مسافة الأربعة كيلومترات في توقيت ممتاز، 4:41 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك وقود عبد الله بن محمد الشراب. المركز الثاني طرايف 4:41 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك طرايف مبارك بن محمد بن قطامي.